انا احسن لي اطلع من الشركه، مالي مكان فيها. هذا عشان شنو؟ عشان وحده صدق ما عندك سالفه. مالي وي صراحه فشلتني، عمري ما توقعت تصير لي هالشيء. وانا مو بوي نعمه. عبد الله تاخذ رايك. لا رايك ما يعجبني. اسمع رايي، اسمعه بس. قول ايش رايك زينة؟ والنعم فيها. عيل خلاص وكل على الله وزوجها واحرق قلبنا كله. زينب ما تصلح، زينب مطلقة وعندها طفلين وحالة تعالى ما فيها شيء. أهم شيء في البنت سنحها واحترامها لنفسها. شو هدة الجمال وأخلاق ما ميش يا ريال. مونا إذا تزوجتها بتغديك وتعشيك بحنة وتراكة. إسماعيل عشان تذوق الحلو لازم تشرب المر. إيش فيك؟ سألتني عن الدم. شنو؟ وين شافته؟ على الشال. أنا ما أعرف أنت شلون نسيتي تغسلينه. زين وأنت إيش قلتي لها؟ قلت لها ما أدري عنه. سألي ميثا. نعم؟ قطتيها براسي؟ إيش هسوي؟ كنت خايفة وما عرفت شو أقول لها. ولي وأنا ما بفتك من مشاكلك يعني؟ في مشكلة ثانية بعد. شنو بعد؟ تراك ذبحتيني. سالم الحقير بدأ يتهرب عن الزواج. شنو يعني؟ مو ناوي يتقدم لك؟ يقول أنا توني مشتغل وأبي أكون لي ثروة قبل. طبعا بيتهرب. خلاص هو خذ اللي يبيه. اللهم لك الحمد والشكر. معقول يا سنة تفكر تزوج ميثة؟ عشان افتك من الديون والفقر اللي عايش. كل شي جايز. ميثة ابوها غني وببعيد يحوشك من الخير اللي عنده وتفتك من الفقر اللي تشك منه. أنا قاعد أفكر في الموضوع وأحسبه عدل. ميتة شخصيتها قوية وغنية أحسن من اللي عندي بارد ودمه ثقيل. والله معروفوا لكم هالحريم، إن صارت سهلة وهينة لعبتوا بحسبته، وإن استصعبت حفت ريولكم وتتركون وراها. صدق عاد أنا عمري ما حبيت زوجتي، أحس إني في حاجز بيني وبينها، ما أدري ليش، يمكن لأنها تحبني بجنون. لو جايب عيال منها كان حبيت بيتك وبقيت عليها. فعل الله ولا فالك إلا العيال من نورة. أنا بصراحة أفكر إني أطلق نورة وأتزوج ميثا. يقولون تدورين علي؟ ايه وينك؟ موجودة. وين بروح يعني؟ هنادي تقولي ان شفتي دم على شالها. ايه دم شنو هذا يا ميثة؟ يما ليش تسألينك كذي كنت شاكة بشي؟ انا بعد ما قلت شي، انا اسأل. ولا شي، انجرحت ريلي بالشالة، حشت حد الرخام وشق ريلي وانا اسحب هنادي للسيارة، اخذت شالها ومسحت فيه الدم. متى هالشي صار وليش ما قلتي لي؟ ليش امها هنادي خلت فيني عقل؟ طاحت علي فجأة واندوشت معاها. انزين
أي أسئلة ثانية حضرة المحقق؟ لا، بس شو أسوي؟ عقدتني عمتكم، خلتني أحس إني غبية. زين انك رديتي، 4 ايام ما تكلميني، ليش؟ انا شو مسوي فيك؟ لحظه يا مريم، لحظه. هاي يا نوره، ايش عندك حبيبي؟ تعال، عندي لك خبر وايد حلو، ما ينفع اقوله لك في التلفون. يلا عاد، نسك من قاعدة الميلس. انزين، إذا راحوا رابعك أنا باي لك. لا تين ولا شيء، خلك مكانك. يلا. هاي مريم، من بيكون يعني؟ أكيد زوجتي المصونة. المهم قولي لي، أنت ليش ما تكلميني؟ وليش منقطع عن الشغل؟ يا مريم ما صار شيء، لا تكبرين الموضوع، كلها مداعبة بسيطة، ايش فيك انتي؟ غانم، قولي مبروك، أنا حامل، أخيراً عقب 3 سنوات. سند ممكن يكون له رأي ثاني؟ ايش تقصد يعني؟ تدري جبر، انت واختك دخلتوا الشك في عقلي، خليتوني مثل المينونة، ما يعني من وراكم غير القلق وزعل بناتي مني. الشك عيب الأحمق، والسذاجة عيب العاقل، كذي قال دكتور فيل. ايش قصدك انت والدكتور فيل مالك هذا؟ قصدي واضح، بتقعدين تشكين في تصرفات بناتك وتحاسبينهم ما بتخلصين، بس اتمنى ما نكون غافلين عنهم. ما عرفنا لك انت واختك، تزنون على راس الواحد لين يغير رايه، واذا غير رايه تقولون عنه احمق وتعايرونه. مو انا قلت احمق، دكتور فيل اللي قال. ما علي، خلاص سمعي، اذا شفنا شيء انا بتدخل، انت خليك بعيد. يا اخي ساعات ما فهمك، احس انك غامض. غامض؟ خليني بس، خليني أكمل حساباتي عشان أعرف شو بسوي في البيزات. نورة، كل سنة وأنت طيبة. دخلت 30 عقبال 100 إن شاء الله، بس اليوم ما فينا نطلع، خليها وقت ثاني. غريبة يعني، ما حنيتك كالعادة. ليش أحن؟ أكيد بتعوضني بطلعة وهدية. خلاص أجيب لك هدية وطلعة. وطلع بعد. على العموم أنا داخل أنام لأني تعبان شوي. شخبطة، من كان قاعد على مكتبي أمس؟ سند كان يسوي الانترفيو حق مزون. مزون يات أمس؟ إيه يات، وقابلها سند.
زين روحي مكتبك الحين. ما قلتي لي ايش كنت تبي تخبريني البارحة؟ متى؟ مو اتصلتي فيني البارحة وتقولي لي عندك خبر حلو؟ ايه تصدق نسيت؟ نورة انا مو ياهل، قولي لي ايش عندك وخلصيني. أنا حامل. وين عبد الله؟ الحين جاي. وإحنا ما نبطل سالفة التأخير بالله؟ وسند بعد متأخر. أدري، اللي ما تشوف مكانه فاضي. حنان، أعطيني محضر الاجتماع السابق. منى، كان مطلوب منك الأسبوع اللي طاف إحصائيات الموظفين المتعينين والمنتهي خدماتهم، حضرتيها؟ البيانات جاهزة، تفضلي. زين، عقب الاجتماع أعطيك الواحد نسخة. أستاذة ميثا، هذه نتائج امتحانات مزون، وأعتقد إنها معقولة. إيه بس إحنا عندنا تعليمات بتعين الرجال فقط، لأن نسبة الحريم زايدة. منى، حبيت أذكرك بشغلة. الحكمة أنك تعرف شنو قاعد تسوي، والمهارة أنك تعرف شلون تسوي. أما النجاح وهذا المهم، أنك تنفذ اللي تفكر فيه. زينب، نفذي وكملي إجراءات تعيين مزون. ها عبد الله ايش فيك؟ بايت الاجتماع؟ سلو عنك. مالي خلق اجيب لها. جاب المن بالضبط؟ منى ولا ميثة؟ منى طبعا. مبروك، واخيرا بدا يتحول الحب الى كرب. كذي انت الصح. الحين نشوف لك زينب اللي تسواها، احسن لك من هالكريهة هذه. يدي رحمة الله عليه كان يوصي الشياب اللي عنده كان يقولهم حرمتين لا تقربونهم، حرمة تدور على واحد تحبه وحرمة متأذي من حب قديم، وأنا ما فيني على المشاكل. لا رايح للأرشيف. ومن قال لك إني أبي عيال منك؟ يا ودي اخذي هالحبوب وابيك تنزلين الياهل. يلا Thank you.
في شيء جديد. الحرمة تبي تعين رفيجتها اللي اسمها مزون. يعني خلاص بتعينها؟ وانت ليش مهتم كذي؟ منى ردينا. سند، طبعا وصلك موضوع عبد الله اني شرشحته وعلمته الادب. لا صار وقفت عند حد عشان مره ثانيه ما يفكر فيني، وشوي كنت بقول له اني محجوزه حق حبيبي سند. ايه بس الريال متوسط عندي، يعني كذي انت احرجتيني. سند، انت شلون خليته يتجرأ ويخطبني منك؟ ليش ما وقفت عند حده؟ ما قلنا شيء، بس كذي انا بطلع ويا الريال بسواد الوي. استاذ سند، استاذه ميثا تبغي تشوفك. سلامتك. مشاكل في البيت ومشاكل في الشغل، خليها على الله. خير، قول لي. ما في داعي اشغلك بمشاكلي، كفايه اللي عندك. وانت ايش دراك ان عندي مشاكل؟ يلا قول لي ايش فيك. ابي اطلق مرتي. والله؟ قصدي مو معقول. عسى ما شر صاير شيء بينكم؟ أشياء وايدة، بس اللي كاسر ظهري 100,000 المؤخر. أنا ما أدري شلون طاوعت أبوها، شكلهم سووا لي سحر. زين، وإذا طلقتها عندك البديل؟ طبعا موجودة، بس ما أبي أنشغل بهالموضوع ليه ما أخلص من همي. سند، أنت تحبني؟ تفضل، هذه ورقة من المحكمة تحدد موعد الجلسة. وديمة، وبعدين وياك يا وديمة، وبعدين وياك. أنا بقضي حياتي كلها في المحاكم، شو السالفة؟ ما بأحسن من إنك تنحرق في نار جهنم بسبب ظلمك لي؟ أنت ليش مو مقتنعة في حياتك؟ عيشي حياتك بحلوة ومرة، لا تطالعين فوق، اللي طالع فوق تنكسر قبته. القناعة يا يبر، تعيش في هذا البيت، ما تعيش في قصرك. الحمد لله على كل حال. كم بيتك ميثا؟ أبغي عقد من عندك. إيش فيك؟ ما شاء الله مبين عليك مستانسة. باركي لي يا هنادي، أختك تحب وتحب الجنون. لحظة، أنت هدي أعصابك شوي وفهميني شو السالفة. أنا راح أتزوج واحد كله أناقة وثقة وحنان ورجولة وشخصية. ميثا، كلنا نقول كذي عن الشخص اللي نحبه، أنتي أهدي وفهميني. لا بس هذا غير، هذا يستحق الحب. هنادي اليوم قالها لي أحبك، واي يوم قالها لي حسيت إن قلبي بيطيح بطني من الفرحة، كني راكبة قطار الموت. أنتي من حقك تحبين وتتزوجين يا ميثا، بس اتحملي تعشقينه. ليش؟ أحبها أعشقها
شو الفرق؟ حبيه بس بمنطق، لأن العشق بداية حياة المذلة وإعلان رسمي للجنون. لا تنسى أني أنا جربت. تفضلي. عندنا جلسة في المحكمة بسبة الأخت الفاضلة وديمة. وهذه ما تتعب من المحاكم؟ وأبشرك بعد، الأخ عيسى وقف في صفها. وش بتسوي؟ بتروح؟ في حل ثاني؟ أتمنى بس المحكمة إن شاء الله يكون هذا حكمها الأخير. والله إني مليت من هالموضوع. ساعات تجيني حالة أقول ما أدري أخذ هالملايين هذه وأروح له البيت وأقطهم في وجهها. حط بالك، ترى هذا حلالك وحلال عيالك، بتقص عليك. باركولي طلعت اللسان. مبروك. الله يعيننا عليك. الحين عاد بتقول أبغي سيارة. إي طبعا، صراحة أنا أبي أسوق، عايش حقا ما أخذ اللسان. يما حبيبتي أنا خاف عليكم، أحسن سايق وديكم ويجيبكم، خلي اللسان احتياط. لا ما عليه، استريحي أنت حبيبتي. يلا قوم طلع لي سيارة جديدة. يلا قلت للوالدة عن السالفة؟ إيه قلت لها، وردت علي رد ما حبيت تسمعينه. إيش قالت؟ نورة، أنت تعرفين موقف الوالدة منك. زين قول لي إيش قالت؟ قالت مدام نورة أخذت سند غصبا علينا، خلي تحل مشاكلها بروحها وبعيد عنا. يعني هي ما بتنسى هالشيء؟ لا ما نسيت للحين. انزين انت ايش بتقول حق سند؟ انا ما بي مشاكل. بشوف سالفته ولا ترى ببلغ على الشرطه. مو من حقي يطلب منك تنزلين اللي في بطنك. عليك اقعد يذلش في كل شيء السخيف ذي. لا يا غانم ارجوك، كل شيء ولا الشرطه، احنا ما نبي مشاكل، ما نبي نعقدها وتتعقد حياتي اكثر. بلاها أختي الحلوة قاعدة بروحها ومنعزلة عني. هلا أخوي، حياك قاعد معاي. مريم شفيك؟ الحزن اللي في وجهك مخلي وجهك صاير أسود مظلم. شنو أنت ما تصلين؟ لا تعرف مشاكل الشغل. المشاكل ما تسوي كذي، انت في شيء في صدرك. ايش رايك لو نغير جو البيت؟ صايدني اكتئاب فظيع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قومي يا اختي، قومي توضي وصلي. يعني ما عطيتني فرصة أشكي لك الحال وأشرح لك السالفة. لا تشكون إلى الخلائق، وإنما اشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. قومي قومي أختي قومي. إيه بس أنا ضيقتي ما تغير فيها شيء. ما بين طرفة عينا وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حالي.
عفا عليك يا أختي، عليك بالصلاة، سمعي كلامي، قومي توضي وصلي لك ركعتين. يلا يا أختي قومي. رحت البنك اليوم، قالوا لي بنعطيك بحدود 10 أيام ولا بنحجز على البيت. زين شو الحل؟ وين بنسكن؟ لا تقول لي بنسكن في شقة. من وين هاي 200,000؟ ما تقولين لي. انزين وهذه الأسهم ما منهم فايدة؟ الأسهم صارت جيمتها 13,000 من بعد ما كانت 300,000. مكدت العمر، ضيعناها بسنة. قول إن شاء الله جود نكسب القضية وناخذ من يبر اللي فكنا من هذه البلوة ونعالجك فيهم. بعد إيش تحلمين بهالسالفة؟ ما مليتي وديمة، خلاص انسي. سيف الله يخليك لا تكسر مياديفي أكثر مما هي منكسرة. عود عود يا أهل البيت. حياك يا سلطان، اقرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جبت لكم ضيف عزيز من زمان ما مركم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا مريم، شو اللي قالت عنك عنا؟ شلونك مرت خالي؟ الحمد لله على كل حال. خالي شلونك؟ الله يسلمك. حياك حياك، جلسي يمي حياك. مريم صار لها اسبوع حزينه، تقولون واحده متوفي زوجها عنها. عاد انا قلت انتوا احسن اثنين تريحون الواحد وتشيلون الكآبه عنه. انا دائما اقول للناس خشوا همومكم، لان الناس اذا عرفوها بيزيدونها عليكم. انا مالي شغل، انا اهم شيء عندي ان اختي ترد البيت تضحك. يلا عاد ضحكوها والحين. كنا حيوان. اوه حيوان، لو مو حيوان كان ما دخل بيتي بدون استئذان. بس هذا يا اخوي. انا ما ابغي اخوك يجيني غصب. يا سند انت مانعني من اهلي كلهم، هذه مو بحق. احنا متفقين من الاول، شو اللي تغير؟ سند تذكر انا ضحيت بكل هالي علشانك لاني احبك، حرام تسوي كذي. انت ما تتعبين من الحكي، وبعدين لا تغيرين الموضوع. يا أنا يلي بطنك اختاري. سند زين قولي ليش؟ عطني سبب واحد. أحد يرفض نعمة ربه؟ ما بعيالي كيفي. ليش تزوجنا إذا ما تبي عيال؟ أفهم من كلامك أنك تفضلت الجنين علي، ها؟ زين عيال خلاص من اليوم ورايح ما بيننا أي علاقة. لا سند حرام عليك، أنت حياتي كلها ما أقدر أستغني عنك. هاي اللي تسوين اللي أقول لك عليه. نادي عندك مسجات غزل؟ توني مطرشتهم لش؟ دزيتهم كلهم. أنا مستغربة من شميثة، شوي شوي ثقلي. خليني يا هنادي، أنا عايشة أحلى أيام عمري. مو هذا كان كلامي أول ما تعرفت على سالم. إيه بس أنا مو غبية نفسك. يلا عنا اللغوة، طرشي للمسجات. غبية؟
آسفة مو قصدي. تدري؟ هذه ناس حبيتها. مرت خالي، انت حبيتي خالي ولا تزوجته بالطريقة التقليدية؟ انا تزوجت خالتي مريم لانه كان ريال وشهم، الوحيد اللي وقف وياي عقب ما تخلوا عني كلهم. انت ليش تسألي؟ عادي بس سؤال. انت تحبين حد يا مريم وخاشة على اخوك؟ شلون؟ شفيك؟ أنا سألتك بس سؤال. وش معنى سألتيني هالسؤال؟ لأنك مني لستي يا مريم، وأنتي ترمسين عن الريايل وعن الزواج، يعني ما يبغي لها شيء، فهمت أنا السالفة؟ مريم، اعتبريني مثل أمك، ولا أنتي ما تثقين فيني؟ تبين الصراحة؟ ما شيء أحسن من الصراحة يا مريم. الصراحة أنا متخوفة منك شوي. ليش؟ شو اللي مسويت لنا أنا علشان تخافين مني؟ مرت خالي، أنتي ليش دخلتي السجن؟ ما شاء الله عليك يا وديمة، غسلتي مخها في المطبخ؟ أكون رد وياها؟ وديمة غسل مخي أنا، ما تغسل مخ مريم؟ لا لا. أصلاً أنا اليوم غيرت جو، كنت محتاجة أني أغيره، والبركة في هالطيب. هالطيب يبي يتزوج، وأنت ما تساعدينه وتدبرين له حرمة سنعة؟ وليش ما قلت لي أنك تبي تتزوج؟ الصراحة هو قال حق وديمة، بس اليوم كذي ما شفنا شيء. ها مرت خالي بديت أغار منك. وانت بتتم طول وقتك كذي متوتر؟ داني متوتر ولا شيء، بس ما حد يقعد معي، خليني بروحي. جبر، أنا عندي لك رأي، إيش رأيك لو تعطيني فلوسك كلها وأحطها بحسابي؟ ترك ما تضمن الدنيا ولا تضمن أختك. إيش فيك تطالعني كذي؟ مواثق فيني؟ لا هند، سالفة مو سالفة ثقة، بس بس شنو بعد؟ ما يبي لها كلام، ترى مو كل الحريم مثل أختك وديمة. هند مالك شغل في وديمة، تركيها عنك. الحين كل اللي سويته فيك وهم تدافع عنها؟ مهما كان هذه اختي. يا سلام، ودام قلبك عليها كذي عش حقها مغربلها وماكل حلالها، رد لها. هدي نفسك وبش دعوه كل العصبيه هذه علشان انا رفضت اعطيك فلوس؟ حاضر ولا يهمك، الحين اطلع لك 4500 واعطيك اياها. 4500 بشتري خيمه حق البر، خلهم لك ما بمنك شيء. Hmm.
تبون الصراحة ونستون الليلة، واحنا ما لنا غيرك يا خالي. زورونا عاد، لا تقطعونا، بالذات مريم كل 4 شهور تمر علينا مرة. إن شاء الله. ترى سوالفنا ما خلصت يا مريم. الحق يا خالي، بدأت الأسرار من الحين. يلا عاد سلطان. يلا يا جماعة في ملا. مع السلامة. مع السلامة. صراحة يا سلطان، أنت اليوم ريحتني وفاجأتني. إنزين، ريحتك وعرفنا، لكن فاجأتك في شنو؟ الظاهر إني ما كنت أعرفك زين، كنت أحسب إنك قاسي ومتزمت. تصدقين البنت اللي رحنا نخطبها قالت نفس الكلام؟ شنو؟ أنتوا متفقين علي؟ صبر صبر صبر، أبيك تقول لي كل شيء، متى رحت وليش ما علمتني؟ لأنك كنت أظنك يا أختي إنسانة ما تهمك إلا نفسك، أنانية يعني. في هذه معاك حق يا سلطان، أنا فعلاً أنانية لأني عشت حياتي كلها وأنا أشوف خلافاتك مع أبوي الله يرحمه. مريم، إحنا إخوان، خلينا نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضة. إيش رأيك لو نبتديها بقعدة في الكوفي شوب؟ على الأقل نهضم اللي كلناه. ما صدق سلطان بيروح كوفي شوب ومع أخته بعد؟ الحمد لله، أنا مو طالع مع واحدة غريبة بالخش، أنا طالع مع أختي وافتخر بعد. خليها عندنا، محتاجة عناية مركزة. إيه بس طمنيني، هي أحسن الحين. شو اللي أحسن؟ صادها نزيف شديد، بعدين شنو الأدوية اللي ماخذتها؟ يعني بصراحة هي ماخذة أدوية من غير وصف الطبيب. الله يصلحها، خسرت الجنين وكانت تخسر حياتها. مو مهم الجنين، المهم إيه. تفضلي. واشتري لك السيارة اللي تبين. مشكور. شو عندك قاعد تكرم هالأيام؟ هي جليلة الحياة. ايش قالوا لك انا بخيل مع هالوي؟ لا لا تفهم غلط، بس مو خبرك تحط بيزاتك بالخزنه. تركي عنك وباشر نروح نشتري السياره. استريح مكانك. اقصد يعني انا بروح بروحي اشتريها، مو بنتعودنا نعتمد على انفسنا؟ ايه البيزات حق البنات وانا لي. يلا تفضلي بوقي، قصدي خذي اللي تبي. أنا ما ألقاها منك ولا من أختي وديمة. أظن أنا لو فقير وما عندي شيء شان قطيتوني في درام الخمام. مرحبا يا ميثا. لا والله مشاغل الدنيا. لا بس تعبان شوي. أقول ميثا، ممكن أتكلم باكر لأن مزاجي بتعكر شوي. إي نعم، وصلت كل مسجاتك، مشكورة وعجبتني وايد. سند، طرش لي صورتك. لا الحين أبيها، بليز طرشها الحين. شيك مالك خلق تكلم. خلاص خلاص، تصبح على خير. الحين الكذر ناطرتك، وخر شيء مالك خلق تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، مدام بديتي تتحكين مع نفسك فأقدر أقول أنك وصلتي لدرجة 5 في العشق. هنادي صج مفاضيت لك. ما عليك منها، فضيلي أنا أبي أشتري سيارة وبوي عطاني 20,000. باكر بتروحين وياي؟ مالي خلق، روحي بروحك. ترى من أعراضه الزهق من كل شيء. هنادي وبعدين؟ وترى هم من أعراضه العصبية اللي ما لها داعي. أنا رايحة داري. شفيها؟ صاير شيء بينكم؟ الله يشافيها،
ليش؟ هي مريضه؟ مريضه بالهيام. من ذي هيام؟ ابتسام، انت ما تبين تشتري لك سياره؟ روحي يما توكلي على الله. وعلى فكره ترى البيك اب وايد يمدحونه ولايق عليك. بيك اب؟ والله فكره. تفضلي، عربون المحبه بين الاخوان. مشكور سلطان. صدق على سلطان، احس اني اليوم عرفتك. بس مريم، يمكن ابتعادي عنكم ما خلاش تفهميني عدل. الله يرحمها الوالدة، كانت دائما تنرفزني وتخليني اطلع بعيد عن البيت. امي الله يرحمها يا سلطان كانت دائما تقول سلطان هذه ارهابي بو حقب. خلص كيكتك. مبروك يا مزن، تفضلي. هذه في بعض الفورمات لازم تحبيها وبعض الأوراق لازم تخلصيهم، اللي هو الإجراء الأمني والفحص الطبي. وين أسوي الفحص الطبي؟ في عيادة الحكومة. وأول ما تخلصين إجراءات الفحص الطبي تجيبين أوراقك على طول علشان نكمل إجراءات تعيينك. خلاص إن شاء الله. مشكورة. مرحبا. هلا. انت الموظف الجديد عدل؟ هنا عم بسبني ما تعينت والناس. اخوي ممكن اسالك سؤال؟ اي تفضلي. في مجال اي فحص طبي من مستشفى معروف بدل مستشفى حكومي؟ لا ما اعتقد، ما اعتقد يصير. انت اكيد مستعيلة على النتائج. هي مستعيلة. مشكور. حياك الله. هلا. يعني معقول تضيعين نفسك عشانه؟ انت شنو من البشر؟ انت جاي تزورني ولا تعاتبني؟ بصراحة انت يننتيني. غانم لا تقول حق امي عن السالفة. طبعا خايف على مشاعر حبيب القلب. خلاص عاد اللي صار صار. تقوم انت تخلصين من طفلك؟ هالطفل هذي ما له ذنب. ذنب الوحيد انه عنده ابو قاسي وام استسلم لواقعها. يا غانم ترى قلبي يعورني، لا تزيدني. ما تقولين وينه؟ ليش ما زارك؟ تراهني انه ما بيزورك. هذه اذا اتصل ويزين. مطولة ميثا؟ بس شوي، خمس دقايق. طيب ممكن تعطينها اشعار عودتي من الاجازة وتقولها مريم وانها تشوفك؟ ان شاء الله ببلغها. والاشعار عطي حق منى. شكرا. خبروك وين بتداومين؟ الصراحة لا، ولا اعرف حتى الراتب ولا الدرجة. انت عندك فكره؟ الحين بتشوفينها، ساليها. نعم استاذه ميثا، موجوده ان شاء الله. حياك. مشكور. هلا وغلا. هلا بمزون. هلا بالمطر كله. هلا بميثا، ايش حالك؟ تمام يسلمك. انت شلونك؟ الحمد لله بخير. حياك. تفضلي. مشكوره. اطلب لك شيء؟ لا ما يحتاج، خلاص في مي. طمنيني عليك.
أنا طيبة وأعيش أحلى أيامي. دام إنك تعيشين أحلى أيامك، الواحد ياخذ راحته وياك. المهم إنتي خلصتي كل أمورك، بقالك شيء ما خلصتي؟ باقي لي بس الفحص الطبي. عيال هانت، كلها 3 أيام وتطلع النتائج، وبعدها التعيينين عندي. عندك؟ وين؟ مكان حنان؟ مكان سكرتيرتك؟ إيه مكان حنان سكرتيرتي. بس أنا جامعية يا ميثا. أدري، بس الصراحة راتب هالوظيفة كبير ويوازي الجامعي، وبعدين هذه سكرتيرة تنفيذية مو عادية، فلا تحسسين من الموضوع. اللي تشوفينه، الصراحة أنا محتاجة الوظيفة بأي طريقة. عيل اتفقنا. اي ميثا، بس انا ودي شفيش مزون في شيء؟ تبين تقولين شيء؟ الصراحة انا ما اقدر اسوي الفحص الطبي، وياليت تعينيني بدونه وتعفيني منه. عافيتش من الفحص الطبي؟ ليش؟ مزون فهميني، شفيتش؟ مزون تكلمي، شفيتش قاعد تبجين؟ توج زينج ما فيك شي. ميتة، أنا فيني الإيدز.